السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء أطفال الصغار، معكم المدرسة رنا مرعندي من فريق منهاج التعليمي. درسنا اليوم هو درس الأخير من الوحدة الأولى من كتاب علوم الحياة، فهل أنتم جاهزون لدرسنا الأخير؟ إذن لنقرأ العنوان: شانطان هزر. أحضر أو أجهز حقيبتي. فكلمة هزر أحضر أو أجهز شنطان حقيبتي. الآن ننتقل إلى فقرتنا المعتادة، فقرة لنفكر ونقول. شنلم سوليلم. ما هو سؤالنا في هذه الفقرة؟ Derslerde kullandığınız araç ve gereçler nelerdir? ما هي الوسائل والأدوات التي نستخدمها في درسنا؟ إذن طلابي الكلمات هي نلردر. ما هي gereçler الوسائل araç والأدوات kullandığınız التي نستخدمها derslerde في الدروس. إذا ما هي الأدوات طلابي؟ هل تعرفون ما هي؟ فكروا جيدا، فكروا قليلا. ما هي الأدوات التي نستخدمها في الدروس التي تساعد أن تجعل الدرس أكثر سهولة؟ إذا سيقول بعضكم أدوات الهندسة كالمسطرة. إذا صحيح، إنها من الأدوات التي تسهل درسنا، تجعل درسنا أسهل. إذا الممحات، المقص، إذا كل هذه أدوات نستخدمها في الدروس تجعل دروسنا سهلة. وهناك أدوات كثيرة، كل طالب أو في كل مدرسة أو في كل صف هناك مجموعة من الأدوات. Bunları kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? ما هي الأشياء التي يجب علينا الانتباه لها أثناء استعمال هؤلاء أو هذه الأدوات؟ إذا هذا ما سوف نتعلمه في درسنا لليوم. إذا فنقول dikkat ediyorsunuz. الانتباه لها nelere? ما هي kullanırken عند استعمال bunları هذه الأدوات. هذا ما سنتعلمه في درسنا لليوم. نتعلم ما هي الأدوات والوسائل التي نستخدمها في الدروس وتجعل دروسنا سهلة، وأيضا ما هي الأمور التي يجب علينا الانتباه لها أثناء استعمال هؤلاء أو هذه الأدوات. الآن طلابي، ماذا يقوم هذا الطالب بفعله؟ ما هي الأشياء التي يقوم بتحضيرها؟ إذا لنقرأ ونعرف. ders programına göre çantamı hazırlıyorum. أقوم بتحضير حقيبتي وفقا للبرنامج اليومي، البرنامج الدراسي اليومي. إذا لكلنا، كل طالب أو كل ما صف لديه برنامج دراسي يومي. مثلا يوم الاثنين يوجد لديه حصة الرياضيات، حصة اللغة، وحصة الرياضة. إذا لديه مجموعة من الدروس في هذا اليوم. إذا كل طالب، هل أنتم لديكم أيضا برنامج يومي دراسي؟ أجل، كل الطلاب لديهم برامج دراسية يومية، عليهم أن يحضروا أدواتهم أو حقيبتهم وفقا لهذا البرنامج. Gerekli olacak araç ve gereçleri çantama koyuyorum. وأقوم بوضع الأشياء التي أحتاجها في الدروس. إذا الوسائل والأدوات التي أحتاجها في الدروس. إذا قام هذا الطالب بوضعها. فكلمة koyuyorum أضع çantama في حقيبتي gereçleri الأدوات araç والوسائل gerekli olacak الضرورية. إذن يقوم هذا الطالب بوضع، لاحظوا بأنه يقوم بوضع دفاتره اللازمة، كتبه الموجودة في البرنامج الدراسي اليومي. إذن يقوم بوضع الأشياء التي يحتاجها قبل الذهاب إلى المدرسة. Okul çantamın ağır olmamasına dikkat ediyorum. علينا الانتباه، أو هذا الطالب يقوم بالانتباه إلى أن حقيبته ليست ثقيلة. إذا هو لا يضع كل الأشياء في الحقيبة، إنما يضع الأشياء الضرورية فقط التي يحتاجها في يومه. إذا هذا الطالب ينتبه فقال dikkat ediyorum. انتبه.
ağır olmamasına, liyecaliha gayr sakila, çantamın, okul çantamın, hakibet medreseti. İzen cealeha gayr sakila hakibet medreseti entebeh. İzen limaze aleyna en nentebeh ila la necal hakibet medresetina sakila. Çantamı iki omuzumdan asarak taşıyorum. لأنني أقوم بنقلها على أكتافي. إذن على أكتافي أقوم بنقل حقيبتي، لذلك لا أحافظ على أن تكون هذه الحقيبة بوزن أستطيع أن أقوم بنقله. لا أضع الأشياء الغير ضرورية، أبتعد وأتركها في المنزل، أبتعد عنها وأتركها في المنزل، وأخذ معي فقط الأشياء الضرورية للدرس. Makas gibi kesici aletleri, ucu açılmış kalemleri çantama yerleştirirken dikkat ediyorum. أنتبه وأخذ حذري وأخذ الحيطة والحذر من أدوات التقطيع. فقال كسجي آلتلري. قال أدوات القطع مثل ماذا؟ gibi. مثل ماذا؟ مقص كبه. إذن مثل المقص. إذن يبتعد الطالب أو يحذر من وضع عندما يضع المقص أو أي آلة حادة أو تسبب الجروح لنا، نضعها بشكل صحيح في حقيبتنا لكي لا تسبب الأذى لنا أو لأصدقائنا. فقلنا دكات إديورم. أنتبه. Yerleştirirken عندما أضع في مكانه çantama عندما أضع في أماكن الحقيبة kalemleri الأقلام açılmış أقلام مفتوحة أو أن لا أضع الأقلام المفتوحة ucu kesici aletleri وأيضا الأشياء الخاصة بالتقطيع أو الآلات الخاصة بالتقطيع، كأن أضع مثلا المبرة، كأن أضع المقاس، كأن أضع. إذن من هذه الأشياء علينا الانتباه جدا طلابي إلى وضعها بشكل صحيح. Çanta, defter ve kitaplarımız ve kitaplarımızı temiz tutmaya özen göstermeliyiz. علينا طلابي أن تبقى حقائبنا ودفترنا ودفاترنا وكتبنا، يجب أن تبقى نعتني بها وتبقى نظيفة. فكلمة göstermeliyiz يجب أن نظهر özen العناية temiz tutmaya بالحفاظ على النظافة. هذه الكلمة أخذناها من قبل. Temiz tutmaya. Muhafaza ala nazafa. Nazafet maza? Kitaplarımızı. El-kitab. Defter. Ve-defater. Çanta. Ve-l-hakibe. İzen linuhafız ala hakibetina ve defaterina ve kutubina. Nuhafız alayha bi şeklin nazif ve na'teni biha ve nesta'milha bi'inaya. Likey nuhafız alayha atval vakit mumkin. إذن بهذا الشكل طلابي يكون قد تعلمنا على أن علينا أن نضع الأشياء الضرورية والأدوات والوسائل التي نحتاجها في الدروس، نضعها في حقيبتنا قبل أن نأتي إلى المدرسة. يجب أن ننتبه أن تكون حقيبتنا خفيفة ونستطيع أن ننقلها إلى المدرسة دون أن نشعر بألم في ظهرنا، وأيضا يجب أن نضع الأشياء الحادة أو الأشياء التي تسبب لنا الجروح، يجب أن نضعها بشكل آمن في حقيبتنا لكي نحافظ على سلامتنا. بهذا الشكل يكون تعلمنا كيف نقوم بتحضير حقيبتنا. ننتقل الآن إلى فقرة النشاط. Yapalım, öğrenelim. لنقوم ونتعلم. Çantam hazır. لنحضر أو نجهز حقيبتي أو لأجهز حقيبتي. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. لنبحث في الأشياء أو في الصور التي موجودة في الأسفل. Ders araç ve gereçlerini gösteren görselleri işaretleyelim. لنشير إلى الصور التي تبين لنا وسائل وأدوات الدرس. كما قلنا، ما هي أدوات الدروس؟ ما هي وسائل الدروس؟
بعضكم سيقول لي الدفاتر، بعضكم سيقول لي الكتب، الممحات، المسطرة، الأقلام، المقاس، أدوات الهندسة، أقلام التلوين لحصة الرسم. إذن كل هذه تسمى أدوات ووسائل الدرس، فلا ننسى هذه الكلمة. أراج ويعني وسائل. جيريتشلرنا أدوات. إذن لا ننسى هذه الكلمة المهمة. الآن ننظر إلى هذه الصور. لدينا، لاحظوا، لدينا مجموعة من الصور. الصورة الأولى ماذا توحي؟ عن ماذا تعبر الصورة الأولى؟ تعبر عن الممحات. هل نحتاج الممحات أثناء الدرس؟ أجل نحتاج الممحات، فإننا نحتاجها عند الكتابة. إذن عندما نحدث أخطاء في الكتابة فإننا نحتاج إلى الممحات لمسح أخطائنا. إذن نضع إشارة صح بجانب الممحات. الحذاء، هل نحتاج إلى الحذاء أثناء الدرس؟ هل الحذاء من أدوات ووسائل الدروس؟ كلا، فإذا لا نضع إشارة بجانب الحذاء. ماذا لدينا هنا؟ لدينا دفتر. هل الدفتر من وسائل وأدوات الدروس؟ هل نحتاجه في درسنا؟ هل نحتاج إلى إحضار الدفاتر إلى الدروس؟ أجل، لأن هناك في الدفاتر نكتب المعلومات، نكتب الوظائف، لذلك نضع إشارة بجانب الدفتر. فرشاة الأسنان، هل نحتاج فرشاة الأسنان في الدرس؟ كلا، فرشاة الأسنان نحتاجها في المنزل عندما نقوم بتنظيف أسناننا وليس في الصف، فلا نضع إشارة بجانبها. الأقلام، هل نحتاج إلى الأقلام في صفنا؟ أجل، لنقوم بالكتابة، فبواسطة الأقلام نستطيع الكتابة على الدفتر. إذن نضع إشارة صح. اللعبة، لعبة السيارة، هل نحتاج إلى السيارة أو لعبة السيارة في صفنا أو في الدرس؟ كلا، فاللعبة في وقت اللعب لا نحتاجها، إذن ليست من الوسائل والأدوات. هنا هذه الآلة التي نستخدمها في دروس الرياضيات من أجل الحساب، هل نحتاجها في درسنا؟ أجل، إن نحتاجها في درس الرياضيات، إذن فنحن نحتاجها، نضع إشارة بجانبها. المقلمة التي تحوي على مجموعة من الأقلام والمقاس، المبراء، الممحات، تحوي نضع بها جميع الأدوات الصغيرة التي نحتاجها في الدروس، إذا نضع إشارة صح. أما علبة المياه، إذا المكان الذي نحفظ به الماء، هل نحتاجه في درسنا؟ لا نحتاجه في درسنا، أو لا يفيد درسنا، لأن علبة المياه هي فقط وقت العطش. إذن الأدوات تعلمنا، الأدوات التي نحتاجها في الدروس، الممحات، الدفاتر، الكتب، الأقلام، المقلمة، آلة الحساب، إذن مجموعة من الأشياء التي نحتاجها، المسطرة، الدفاتر، إذن السبورة، كل هذه هي أدوات ووسائل نحتاجها في درسنا. لماذا نحتاجها في درسنا؟ لأنها تجعل دروسنا أسهل. بهذا الشكل طلابي يكون قد تعلمنا كيف نقوم بتجهيز حقيبتنا وما هي الأدوات والوسائل التي نحتاجها في درسنا. بهذا الشكل ننهي وحدتنا الأولى، لنلتقي بوحدة أخرى، والسلام عليكم.